يبلونكم الله بشيء من الزيت تناروا أيديكم ورماؤكم ليعلم الله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم مجن بالغ الكعبة كعبة أو كفارة طعام مساكين وغير ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف من أنفى سيف العمر ولا أريد من جوابها إلا لكم سيف البحر وثانوا متاعا لكم وللسيارة أحرم عليكم سيف البحر ما تنحرم وتولى ليلة البيت الحرام قياما للناس والشر الحرام ولدي والغلاء كذلك لتعلموا أن ما طيب ولا بعد مدى فتيات علي ودولا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شاء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عن حين يا ذا الغنان بلدكم فلا ولا 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 صائبة ولا وصيرة ولا حام ولكن الذي يقروا يقروا لا لا يقروا وإذا قيل الأرض عالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليا ما أنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا تديتم يا الله يا الذين آمروا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به فما بيت الله البحر لا تبتعد تقلن عدة من آدمين حيث ديارا أنهما سحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا لأننا أن يتوب شهادة على وجهها أو يغابوا أعود دائما 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 يوم يده الله نصر فيقول ماذا أجل مالك علم الله أنك أنت عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهية الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قد آمنا ويزالنا مسلمون وقال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يهجر إذا عيسى في السماء قالت الله ما تقول
تأكل منها وتطمئن قلوبها قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية ما قبلنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منذر عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني يا مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته ولا ما في نفسي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تبتني أولاد الأليم أنزل لكم إله جيدا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء أحمد نبي محمد كعب أول آخر ابتماء رب صل على الحبيب محمد وعلى إشارة يا وبدعة وحبنا نبيك قلب حايا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الإمام الغرماء قلت عادات لغة بصلا نبيك تلك أشيك يوما رب صل على محمد وعلى الآل المنصور قرماء يا صدق زور لا بحى نبيك يسلني ذيوبا رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل المنصور قرماء جدك الله جنتك قوي جري نبيك كراجي هذا يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل المنصور قرماء جدك الله لهرمنا قوي غيري نبيك كرا حربا يا يوما رب صل على أسنى ذويحي لك شبطة لك هيلا نبيك خير خلق الله يوما رب صل على حبيب محمد وعلى آل محمد قرماء ريح الدنيا وصوت يا نبيك دين تفيدي يا يوما رب صل على حبيب محمد وعلى آل محمد قرماء درجة ذلك دقا دهر جنة نبيك تدقى وشيك يوما رب صل على حبيب محمد وعلى آل محمد قرماء حقيس نقات مان نبيك رنتا كشيك يوما رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل
هكذا يا سادس كاسي ولبان نبيك كراسي في يوما حبك الله على حبيب محمد وعلى الآل إمام القرماء سحري يا زنب وعي عبدي جيرين نبيك كسافي لا يوما حبك الله شرعي و وحشكي قلي كريم نبيك كي شركي جديد يوما رب صل على الغد محمد وعلى الإمام القرماء رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من أمور كرماء رب صلي